السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد، أهلا بكم في شرح جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن أفضل 4 مواقع لقياس سرعة الإنترنت الحقيقية لديك بكل سهولة. 4 مواقع اللي هنقدمهم دول يعتبروا أفضل وأقوى وأدق وأصح المواقع اللي ممكن تستخدمها في عملية معرفة السرعة الحقيقية لخط الإنترنت بتاعك أو النت اللي أنت بتستخدمه بشكل عام. هنروح مع أول موقع قدامنا، طبعا روابط المواقع هنلاقيها أسفل الفيديو تحت في الديسكريبشن إن شاء الله. أول موقع معانا اللي قدامنا ده، نضغط على كلمة جو زي ما احنا شايفين كده، بيعمل عملية تيستنج للبينج وبعد كده الداونلود وبعد كده الأبلود. هننتظر لغاية ما ينهي العملية اللي هو بيشتغل فيها كده. عامل البنج كده، حدد الداونلود، ودلوقتي بيظبط لي او بيشوف الابلود عندي عامل كام. هو قال لي البنج 31 ملي في الثانية، تمام. ما بين تي داتا والتلكم ايجيبت، تمام. الداونلود عندي 2 ميجا و21، هو تقريبا الخط عندي 2 ميجا، الابلود نص ميجا، والابلود نص ميجا، تمام زي ما احنا شايفين كده. ده كان اول موقع معانا. هروح الموقع التاني عشان نقارن برضو النتائج. هضغط على كلمة ستارت، زي ما احنا شايفين عامل شاف لنا الداونلود، حددوا له ب2 ميجا وشوية، والابلود حوالي 95 او 60 من 100 ميجا بايت، تمام، 600 كيلو، والبنج 109 ملي في الثانية. طبعا هنا الموقع يعني بعيد شوية نتائجه. هنشوف التالت، نضغط على كلمة جو، نفس الفكرة، هيقيس البنج وبعد كده هيقيس الداونلود وبعد كده هيقيس الابلود. طبعا انا في النهاية هحدد لكم ايه افضل موقع ممكن تستخدموه من الاربعة، بحيث هو يكون التوب فيهم اللي هيديك نتائج دقيقة جدا جدا، تمام. طبعا الى الان الموقع اللي قدامنا ده هو الافضل في النتيجة، لان انا فعلا الخط عندي 2 ميجا، والابلود من المفترض اللي هو 500 كيلو. الابلود عندي المفروض ان هو 500 كيلو، تمام، بيقل كمان مع الضغط على الخطوط عندي، والبنج معقول، تمام. ده يعتبر افضل نتيجة وصلت لها، اللي هو الداونلود، اللي هو خط داونلود يعني الخط سرعته 2 ميجا، الابلود اللي هو سرعة يعني زي مشاهدة الفيديوهات ومشاهد بتعتمد اكتر على الابلود عندك، تمام، نص ميجا، تمام. هروح للموقع الرابع معانا، اضغط على ستارت تيست، نفس الكلام، هيعمل البنج وهيعمل داونلود وهيعمل ابلود، بنج عالي جدا. يعمل تيستنج للابلود، هيديني متوسطه في الاخر، اعطاني 2 ميجا، تمام. البنج هنا اللي هو سرعة الرد الفعل من المصدر الرئيسي وشركة الانترنت عندك. الابلود تقريبا مظبوط، يبقى الموقع ده كمان نتائجه كمان كويسة، مش بطالة. يبقى دول اقوى موقعين عندنا. طبعا هتلاقيهم، هقول لك الموقعين الافضل ثم الموقعين الاسوأ في النتائج، هنلاقيهم تحت في الديسكريبشن. هكتب لك الموقعين الافضل اللي هو ده وده، لان يعني دول اكتر 2 اللي هم جابوا النتائج قريبة جدا من الخط عندي فعليا، ودول جابوا نتائج بعيدة بعض الشيء، بعيدة بعض الشيء، اسوأهم كان ده الموقع ده. يبقى هنرتبهم ترتيب في الديسكريبشن تنازلي، او دي تنازلي، من الافضل للاسوأ، الاسوأ هيبقى تحت والافضل فوق. طبعا لو في استفسارات نشوف التعليقات، لو الفيديو افادك اعمل له لايك، لو عايز فيد بغيرك اعمل به مشاركه، لو مش مشترك معانا على قناه دكتور كمبيوتر اتمنى تكون من المشتركين معانا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.